ده فسيخ بوري ودي ملوحه بلدي بتاعت اسوان، ودي برضه ملوحه، وده برضه فسيخ بس فسيخ صغير شويه، وده بيعتبر الشعبي تمام. وده ملوحه برضه اهي اللي انا فتحتها لك، ورقم التليفون 012 ايوه 22 ايوه 7 18 283 الحاج خالد. الحاج خالد ايه الجمال ده حلاوة كم كيلو حاج؟ ده ب 180، ده ب 240، 180 ورينجا 85، ورينجا 85 ورينجا. بص عشان برضه ايه، في زبونه واقفه عايزه رينجا وواقفه من بدري، انا بطلعها رينجا قدامك واوريك الرينجا بتتنضف ازاي عشان ست البيت. اه ما هو ده الفيلم كمان، عشان حتى ست البيت تعرف تنضف الرينجا، عشان ست البيت تنضف الرينجا زينا. سيبك بقى من ايه، من الكلام ده والحاجات دي، بص الرينجا بتتنضف ازاي. بص يا بابا ادي الرنجايه اهي سهله، وتقف في ست البيت ما تفشخش المطبخ بتاعها. اهو بص اهي سلخ اهو اهو، بنعمل كده الرنجايه اهي اهي الرنجايه اهي اهي الرنجايه اهي. بص الرنجايه اهي هنضفها لك واحده واحده، واجيب لك طبق كده شياكه وقيامه تمام، ونشيل ايه اللي احنا مش عايزينه، هنشيل بالسكينه كده تمام، ونرصها ايه رصه كده. زي ما شايف كل حاجه سهله تمام، مفيش حاجه صعبه على ست البيت، كل حاجه سهله تمام. حاضر يا حاج. قول يا حاج عايز ايه يا حاج؟ وادر ايه الطلب بتاع الزبونه. قول لي بقى زباينك مين يا حاج؟ زباين الناس كلها، ناس كبير وصغير. ناس عندنا هنا يعني 100 غرفه كلها هنا بتيجي هنا. ارض النوبة. الحاج حسن الله يرحمه، الراجل ده اهو الحاج حسن الله يرحمه، الحاج مضمون محل، مضمون الناس اللي هم مضمون اللي معروفين، مش اي واحد بقى يفتح محل النهارده. قصدك الناس القديمه؟ الناس القديمه سيبك من بيأجر بالمده، اه السمعه بتاعتها معروفه، المحل يكون قديم، صاحبه صاحبه شغلته يعني ورئيسها شغلته من زمان يعني، مش من النهارده. انا هبدا اجر، اروح اقعد المحل خمس سنين، او افتح فيه بتاع ملوحه، افتح فيه سنه وامشي، ولا افتح سنتين واطلع ويوصل واخلع. ما هي بقى بتاع ملوحه كده، بيجوا والله بكلمك بجد معاهم فلوس، يفتح المحل سنه سنه ياخد فلوس ويتفق عليه يروح. ليه؟ ما بيعرفش الرش فيها زينا، ما يعرفش يملح، ما يعرفش يبيع. اهم حاجه عندك التمليح والبيع، تقابل الزبون ازاي؟ لكن هو بيجي يأجر المحل يطلع فيه شيء فلاني ويأجره نص نص نص، ولا يأجره شيء من السن العيد ويخلع يجري. احنا بقى عامل حد ابا عن جدا يعني، ما بنمشيش، قاعدين 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 يعني، ورثوا لعيالنا يعني. الشوارع دي معلم انا ابني فيها تمام، ومعلم بناتي يملحوا ازاي، عشان برضه ولو الزمانه يخشوا المخزن يملحوا ويعملوا. هاتوا لي يا جدعان على طول، فاهمني؟ لازم نوصل بعضينا. ربنا يكرمك، الله يخليك يا حبيب قلبي، ربنا يكرمك.